اروح اشوف مشاهدينا. والله اقول لها قبل شوي قاعده اشوف الناس يفطرون شو اسمه فلافل فول، يعني اشياء ثقيله مو مره خفيفه. فخلينا نشوف شويه من المشاركات اللي ارسلوها لنا مشاهدينا. نبغى فطور صحي، نبغى نشوف وش. لا، في كنافه، في ناس يفطرون كنافه يا جماعه. خلونا نشوف، هذا فطوري، هذه كنافه، هذه ولا وشي مع القهوه؟ قطعت حلا. هذه إيمان من الأردن. هنا صباح الخير، أنا زين من جدة وهذا فطوري لليوم. حلو، فطورك صحي. طيب كمان عندنا هنا، هذا فطوري، صباحكم جمال ورشاقة، هذا فطوري، مسوية دايت، الله يعينك. طيب وش بعد؟ هذا أحلى فطور عندي، معكم خضرة صالح الجنيدي من اليمن. هنا هذا إفطاري، مناقيش وسلطة خيار بزيتون وشاي من العراق. طيب من بغداد، أحد من متابعينا من بغداد. هذا الفطور، يعني أنا قاعدة أشوف في ناس فطورهم صحي وحلو مسوين دايت، وفي ناس لا والله فالينا حلا من الصباح. بس يعني الحلا حلو إنه يعطي شوية طاقة، بس لو يعني نخلي فطورنا شوية صحي بنكون في نشاط يمكن أكثر. خلونا